فيديو جديد وفيديو مميز، اتمنى تكونوا بألف خير. هنشوف مع بعض من خلال فيديو النهاردة مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة والافكار والحيل والمنظمات والاجهزة المنزلية الذكية اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او المطبخ او في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا الوقت والجهد. هنشوف دلوقتي مع بعض من خلال فيديو النهاردة بعض المنتجات والأدوات المميزة جدا والأجهزة المنزلية اللي مفيش أي ست بيت تقدر تستغنى عنهم، وطبعا هقول لكم وعرفكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطرق سهلة جدا وبسيطة، بشرح لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو انت اول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، اتمنى انك تنضمي لينا وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ولو الادوات اللي في الفيديو دي عجبتك، اتمنى انك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والادوات اللي موجودة معنا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. وبعد كده على طول تعالي نشوف مع بعض. عندنا كسرولة للزيت، وهي بتشيل كمية كبيرة من الزيت، وبيجي معاها مصفى بتساعدك على ازالة الشوائب او اي حاجة من الزيت. بعد كده عندنا الجهاز ده، وهو بيكون مخصص لسحب الهواء اللي بيبقى موجود في الاكياس اللي بتشيلي فيها المفارش او البطاطين، وده طبعا بيساعدك على توفير المساحة جوه الدولاب. بعد كده معانا الطبق ده اللي بيجي متوفر معاه مصفى، وطبعا الطبق ده بيبقى ضد الكسر، تقدري تستخدميه في تنظيف وتصفية الخضار او الفاكهة او الفراخ او اللحمة اللي عندك، وطبعا تقدري تستخدميه كطبق تقديم تقدمي فيه الفاكهة او الخضار او اي حاجة عندك. بعد كده عندنا منظم الزيوت، تقدري ان انت تثبتيه على جدار المطبخ بكل سهولة وتنظمي عليه الزيوت او السويا صوص او الخل، وتستخدميهم بكل سهولة وانت بتطبخي. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا الاداة اللي تقدري تستخدميها في تشكيل عجين المكرونة. بعد كده عندنا اداة التثبيت دي اللي تقدري تثبتيها عندك على كباس الكهرباء، وتقدري ان انت تثبتي عليها الموبايل والشاحن او الريموت. وهنا معانا منظم ارفف الاطباق ده، تقدري ان انت تستخدميه وانت بتطبخي وتحضري فيه الخضار اللي هتستخدميه وتقللي من زحمة الاطباق عندك على الرخامة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا المنشر ده اللي بيجي معاه مجموعة من المشابك، تقدري ان انت تثبتيه على الحيطة كده بكل سهولة وتنشري عليه الشرابات او الملابس الداخلية. بعد كده عندنا الاداة دي، وهي بتكون مخصصة لتقشير اللب والمكسرات. بعد كده هنا معانا الاداة اللي تقدري تعملي منها كرات اللحمة او الرز او الخضار بطريقة سهلة وبسيطة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا الاداة اللي بتساعدك على تنظيف وتقطيع الفاكهة او الخضار اللي بتكون عندك بطريقة سهلة وبتحافظ جدا على ايديكي. وبعد كده تعالي نشوف مع بعض. هنا معانا الجهاز اللي تقدري تعملي منه عيش الكريب بكل سهولة في البيت. وهنا هنشوف مع بعض. عندنا منظم للهدوم، وهو بيبقى مصنوع من القماش، وطبعا تقدري تنظمي بيه القمصان او البناطيل او التيشيرتات، وطبعا بيساعدك على تنظيم وترتيب الدولاب عندك. بعد كده عندنا اداة التثبيت دي اللي تقدري تثبتيها عندك في المطبخ وتثبتي عليها ادوات ولوازم المطبخ، وكمان تقدري ان انت تثبتيها على بيبان الاوض او الحمام. بعد كده عندنا المكوى اللي بيكون فيها جزء مخصص تقدري تضيفي فيه المية، وهي بيكون وزنها خفيف وعملية جدا، وطبعا تقدري تكوي بيها اي حاجة انت عاوزاها، وبتساعدك تحصلي على افضل النتائج اللي انت محتاجاها. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا الاداة اللي بتساعدك على سن مختلف انواع السكاكين اللي بتكون عندك.
بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا الأداة اللي بتساعدك تعايري بيها المكونات اللي بتكون عندك زي الدقيق أو التوابل، وكمان تقدري تعايري بيها المواد السائلة زي الزيت واللبن. بعد كده عندنا الزعافة أو المنفضة اللي تقدري تتحكمي في طولها وتقدري تنضفي بيها مختلف الأسطح والأدوات والأجهزة اللي بتبقى موجودة عندك. عاوز اقولك لو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدري ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليكي في اقرب وقت ممكن. ولو عاوزة تشوفي ادوات منزلية وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. بعد كده عندنا المنظم ده اللي تقدري تثبتيه عندك في الدولاب وتقدري تنظمي عليه الملابس الداخلية او البندانات او الشرابات. وبعد كده معانا القطعة دي او القطاعة دي تقدري ان انتي تقطعي بيها البطيخ بكل سهولة من غير مجهود. تقدري ان انتي تقطعي البطيخ مكعبات كده بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وبعد كده معانا منظم للمطبخ وهو بيجي معاه 6 ادراج تقدري ان انتي تنظمي فيهم مختلف التوابل اللي بتبقى عندك، وتقدري تنظمي عليه ادوات المطبخ زي الزيوت والصوصات، وكمان تقدري تنظمي عليه الشوك والسكاكين والمعالق. بعد كده هنشوف مع بعض منظم البيت وهو بيجي عبارة عن 3 ادراج ومستو انه بياخد معاكي كمية كبيرة من البيض يعني حوالي 90 بيضة، وتقدري تثبتيه عندك في التلاجة او برا التلاجة. بعد كده عندنا المصفى اللي بتكون خاصة بالاحواض، والمصفى دي تقدري ان انت تدوسي عليها لما تحبي تنزلي الميه من الحوض، وتقدري انك تقفليها لما تحبي تجمعي الميه جوه الحوض. وهنا بقى عندنا المقشه بالجاروف، وطبعا زي ما انت شايفه تقدري تنضفي المقشه من خلال السنون اللي بتكون في الجاروف، وكمان المقشه بتبقى مرنه جدا وتقدري تنضفي بيها الزوايا وتحت الكنب بكل سهوله. بعد كده معانا الأداة أو الحامل ده اللي تقدري تثبتيه عندك على الجدار في الحمام أو في أوضة النوم وتثبتي عليه الاستشوار بتاعك. بعد كده هنشوف مع بعض منظم للمطبخ عبارة عن درجين تقدري ان انتي تنظمي فيه الزيوت أو التوابل أو الصوصات، وتقدري ان انتي تثبتيه عندك في دولاب المطبخ. وبعد كده عندنا المنظم اللي بيجي عبارة عن 4 رفوف تقدري ان انتي تنظمي عليه مختلف لوازم الحمام زي الفوط والمناديل او مواد التنظيف او الشامبوهات والكريمات. بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا الفرشة اللي 2 في 1، هي بتبقى فرشة وقشاطة في نفس الوقت، بتبقى عملية جدا وبيبقى ليها كذا استخدام. بعد كده معانا المنظم اللي تقدري تنظمي من خلاله الشرابات او الملابس الداخلية او الطرح. وهنا بقى معانا الرول اللي تقدري تثبتيه عندك على الاحواض او كرسي الحمام، وطبعا بيكون متوفر باشكال والوان مختلفة. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا المنظم ده تقدري تثبتيه عندك في الحمام بكل سهولة وتنظمي عليه الشامبوهات والكريمات، وكمان بيحتوي على شماعة للفوط، او تقدري تثبتيه عندك في المطبخ وتنظمي عليه ادوات ولوازم المطبخ زي الصوصات والتوابل وفوط المطبخ. وبعد كده معانا الكبة اللي تقدري تستخدميها من غير شواحن او كهرباء، تقدري ان انتي تفرمي بيها التوم والفلفل بمجرد ما تضغطي عليها كده من فوق. دلوقتي بقى هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده بكل سهولة، بعد ما شفنا مع بعض مجموعة من المنتجات المتميزة اللي بتساعدنا دايما على توفير الوقت والجهد، واللي كمان بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت واستغلال المساحات الصغيرة في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما، وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدمها ونستفيد منها بكل سهولة. والحقيقة انها ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة، وتقدري ان انتي تستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة، وكمان بتسهل عليك الحياة اليومية وشغلك في البيت. وبعد بقى ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن المنتجات اللي في الفيديو ده،
هقول لك عن الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل المنتجات دي بكل سهولة. انتي تقدري ان انتي تجيبي المنتجات دي بثلاث طرق. تقدري ان انتي تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انتي بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة، لو انتي عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انتي تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق علي اكسبريس او علي بابا او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون. وبالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها. لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف. اما سعر مصاريف الشحن فده بيختلف على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه طبعا. بعد كده الطريقة التانية، وهي بتبقى الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام. وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف شحن برضو على حسب المحافظات اللي انت بتكوني فيها. وطبعا عاوزة اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتبقى سهلة جدا. بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بالنسبة بقى للطريقة الثالثة فهي بتبقى المحلات اللي بتبقى موجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي، زي كارفور ورنين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس وكده يعني. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويوصلها بسرعة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وقدرتوا تستفيدوا منه. ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة بالذرة على اللايك والاشتراك في القناة. ولو عندكم اي استفسار في اي حاجة تقدروا ان انتوا تكتبولي في خانة التعليقات وانا هرد عليكم في اقرب وقت ممكن. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في رعاية الله.